العالم كله في خوف كبير، العالم كله معزول، الحدود أقفلت، الناس تلازم منازلها. كورونا فيروس لا يرى بالعين المجردة شل الكرة الأرضية، فهل المرض رسالة، إشارة أم عقاب؟ أين الله من كل ما يحصل للبشرية اليوم؟ وهل هو آخر الأزمنة أم زمن توبة؟ في ظل القدير حلقة خاصة نناقش فيها هواجسكم وأكثر، الجمعة في التوقيت التالي عبر سات 7.